يعني انا عندي هنا دلوقتي قرع قطع بالشكل ده، كميه قد كيلو مثلا قرع. الكيلو القرع ده هحط له ايه؟ بطاطسايه، جزرايه، طماطمايه، بصلايه، حوالي اربع خمس فصوص من الثوم. مش احنا بنعمل شوربه العدس كده؟ بنحط عدس ونحط عليه كل ده، هي نفس الحكايه. انا شلت العدس وحطيت قرع بس، سهله خالص بقى. قرع كيلو قرع قطع بالشكل ده، حط عليه جزرايه، كل ده هيغير طعمه متقلقيش خالص. جزرايه، طماطمايه، بصلايه، ثوم، اربع فصوص خمس، اربع خمس فصوص من الثوم، وبطاطسايه. اللي عايز يعمل شوربه العدس يا جماعه هيشيل القرع يحط عدس بس. بس القرع مفيد جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ادي كده كيلو القرع، بسم الله عليه. بس السكينه جزرايه، ممكن تزودي الجزر كمان، تحطي جزرتين بتبقى حلوه برضو. بصلايه كده بالشكل ده، بصوا كده قطع كبير كده، اتفضل. وهرسها زي ما بعمل ايه؟ وانت عارف لي كده اهو. احط لها بقى، اظبط لها ملح وفلفل، وارجعها على النار تغلي تاني. ده خليها اكمل سلق فيها كده هنا، عشان النهارده غداكوا شوربه، النهارده شوربه القرع دي غدا الاستوديو كله. مش عايزه اقول لكم بقى، ان شاء الله يعجبكم جدا. بس ما تخافوش.